وفد المعارضة يجري سلسلة لقاءات في واشنطن ويبحث مع مسؤولين أمريكيين تفعيل العملية السياسية في سوريا. ضعف جودة الأدوية الزراعية يتسبب بتراجع إنتاج الخضروات الصيفية في ريف إدلب. الحكومة اللبنانية ترفض مشاريع أممية لدمج الطلاب السوريين بالمدارس الخاصة. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. التقى وفد من المعارضة السورية عددا من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسون، وبحث معهم ضرورة الانتقال السياسي الكامل في سوريا استنادا على قرار 2254 إلى جانب ملف المعتقلين والمفقودين، محذرا من استيلاء النظام على المساعدات الإنسانية القادمة إلى سوريا. سعياً للحفاظ على بقاء الملف السوري حاضراً في الأروقة الدولية والمحافل السياسية العالمية، التقى وفد من المعارضة السورية بعدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، وعقد اجتماعاً يعد الأول من نوعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والفريق الخاص بالملف السوري إلى جانب عدد من ممثلي الدول. تفعيل العملية السياسية في سوريا وفقا للقرار 2254 ورفض التطبيع مع نظام الأسد، إضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد السوريين وغيرها، جميعها ملفات حرصت المعارضة على طرحها على طاولة المباحثات مع المسؤولين الغربيين بحسب صحيفة العرب الجديد. الائتلاف الوطني قال في بيان له إن الاجتماع مع غوتيريش حضره المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون، مشيرا إلى أن المجتمعين بحثوا طرح بيدرسون خطوة مقابل خطوة، مؤكدين على ضرورة وضع رؤية واضحة لهذا الطرح بما يتماشى مع القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفق البيان. وحول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، حذر وفد المعارضة من خطورة استيلاء نظام الأسد عليها مع مشاريع التعافي المبكر، مشددا على ضرورة توزيع المساعدات بشكل عادل وتحت إشراف دولي في مختلف المناطق بسوريا بحسب البيان ذاته. وفي هذا السياق، موقع العربي الجديد نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية لم يفصح عن اسمه قوله إن واشنطن لا تعرب عن أي دعم لجهود إعادة تأهيل نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه. على الرغم من توجه الاهتمام إلى الحرب الروسية مع أوكرانيا وملف الطاقة والصين وغياب أي خطوات عملية لدعم الحل السياسي في سوريا أو محاسبة بشار الأسد على جرائمه، لا تزال المعارضة السورية تسعى لإعادة الأنظار العالمية والدولية إلى أن المأساة السورية لن تنتهي إلا برحيل الأسد عن السلطة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أحمد مظهر سعدو، كاتب صحفي من مدينة غازي عنتاب. أهلا بك أستاذ أحمد، ما مدى جدوى هذه اللقاءات والاجتماعات، خاصة وأن الملفات التي طرحها وفد المعارضة لم تشهد أي تقدم منذ أكثر من 10 سنوات مثل ملف المعتقلين والمفقودين؟ كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. يعني من حيث المبدأ، هذه الجولة مفيدة معنويا لا أكثر ولا أقل، لن تغير من الأمر شيئا ولن تحرك الاستاتيك الذي وصلت إليه وأوضاع القضية السورية لدى المجتمع الدولي وخاصة لدى الغرب أيضا. لكن من حيث المبدأ، حوارات تأتي، إطلاعات على بعض القضايا التي قد لا يكون مطلع عليها الطرف الآخر، لكن على العموم ليس هناك من حالة دولية أو إرادة دولية تبحث في قضية تغيير الملف السوري أو تغيير المسار المتوقف باتجاه الأفضل. كل ما يجري حتى الآن هو علاقات عامة لا أكثر ولا أقل، هو محاولة بشكل من الأشكال لتأهيل الائتلاف نفسه بعد أن شهد ما شهد من خلافات داخلية. اليوم يحاولون أن يظهروا على أنهم نشيطون في الخارج في إطار علاقات دولية على هامش الجمعية العامة المتحدة، لكن أنا باعتقادي لن يكون هناك أي تغيير، وحتى مستوى اللقاءات
وبعض اللقاءات خاصة مع الأمريكان ليس مستوى عالي، وبالتالي لا اهتمام كبير لدى الأمريكان على ما يبدو في القضية السورية، أو في أن من يجلسون إلى جانبهم وفي لقاءاتهم يمكن أن يؤتوا أي أكل. سيد أحمد، واشنطن تقول إنها لا تدعم أي جهود لإعادة تأهيل نظام الأسد، ولكن الواقع يعكس غير ذلك، ما رأيك؟ يعني هو كل التصريحات الأمريكية خلال العشر سنوات الأخيرة تصب في هذا المنحى، لكن على أرض الواقع ليس هناك جدية في التعاطي مع المسألة السورية، ليس هناك جدية حقيقية في دعم الثورة السورية أو الوصول إلى إزاحة هذا النظام، وليس هناك جدية أيضا في الدفع قدما باتجاه العودة إلى مسألة المفاوضات والوصول إلى انتقال سلمي للسلطة. حتى الآن كل ما جرى من مواقف لدى الأمريكان هي غير ذلك، حتى كما أشرتم أيضا هناك نوع من التراخي النسبي مع من يريد أن يعيد التأهيل مع هذا النظام. بعض الأنظمة العربية التي كانت سابقا لا تستطيع الحراك في إطار تأهيل النظام والعلاقة معه، اليوم أصبح بإمكانها لأن الأمريكان يصمتون عن أي تحركات، وهذا ما أكدته الأردن فيما خلال اليومين السابقين. مفهوم. أشكرك السيد أحمد مظهر سعد، وكاتب صحفي حدثتنا من غازي عنتاب، شكرا لك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المفاوضات مع نظام الأسد مقتصرة على جهاز الاستخبارات التركية، مشيرا إلى أنه بناء على نتائجها سيتم تحديد خارطة الطريق. وخلال لقاء تلفزيوني مع قناة CNN ترك، أكد أردوغان أن الأمن القومي التركي سيكون عنصرا أساسيا في أي مفاوضات، وطالب كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها الدولتان مع تركيا عام 2019 بخصوص سوريا، مشيرا إلى أن تنظيمي YPG وPKK لا يزالان ينتشران ويجريان تدريبات بالقرب من الحدود التركية بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات. وإلى الشمال السوري، تراجعت نسبة إنتاج محاصيل الخضروات الصيفية بقرى ريف إدلب الغربي لعدة أسباب، أبرزها ضعف جودة الأدوية الزراعية المتوفرة بأسواق الشمال المحرر. نتابع مشاهدينا المزيد في التقرير. أسابيع قليلة بقيت على انتهاء موسم الخضروات الصيفية لدى المزارع أبو يحيى في قرية الزعينية غربي إدلب. لم يوفق بموسم جيد هذا العام بعد انتشار العديد من الآفات والأمراض في مزروعاته، وزاد من خسائره أسعار الأدوية الزراعية والتي لم تكن ذات فعالية مرجوة كما يقول. زرعنا الفليفلي وتركناه على اساس انه نتركه لحتى مثلا يصير فليفلي مثلا احمر ونبيعه، نتفاجأ بعدها بكم يوم صار مثلا القرن بوز منه راس منه من تحت ينضرب ويتخ. حوشناها وجبنا له دواء اول مره، شو قال؟ والله ناقص كالسيوم. جبنا له اول مره وثاني مره وثالث مره، وهلا شفت جنب حضرتك يعني الوضع لسه على حاله، بنحوش ومنكب بنحوش ومنكب. كمان خلص الموسم، لان قرن فليفلي او كيلو فليفلي حمر لحد الان ما صار عندي. يشتكي العديد من الفلاحين الذين يعتمدون على مواسم المزروعات الصيفية من ضعف جودة الأدوية الزراعية المتوفرة في الأسواق المحلية، ما يتسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج لقلة فعاليتها في التصدي للحشرات الضارة وعلاج أمراض النباتات. المزارع اليوم عم بتغير له أنت نوع أدوية، مثلا هو بيربي له مثلا المزارع نوع من الأدوية محدد، كان يشتغل مثلا من 10 12 15 سنة يرشه ويستفاد منه، اليوم ما بيحفظ اسمه التجاري، فالتاجر عم يجيب له بضاعة باسم التجارة ولكن المادة الفعالة ما هي بمستواها بمستوى العمل يعني. فالمزارع عم ينغش فيها، بياخذها بيرشها مرة واثنين وثلاثة، آخر شيء ما استفدت، بيجي عند الصيدلي أخي أنا شو بدي رش؟ فبيعطيه دواء نوع كمان صيني مثلا، ما أدوية صينية، هو السبب الرئيسي سبب المشاكل كلها هو وجود الأدوية الاسمها صينية موجودة في المنطقة. يقول المزارعون أن انخفاض أسعار أصناف الخضار مع بداية الموسم إلى جانب الخسائر في قيمة العملة التركية، الأمر الذي حول هذا الموسم إلى عبء على أصحابه. تراجع إنتاج المواسم الصيفية المحلية كالخضروات، يقول المزارعون إنه بسبب عوامل عدة ومن أهمها كثرة الأمراض التي تصيب النباتات مع انخفاض فعالية الأدوية الزراعية وضعف جودتها لمكافحة هذه الأمراض.
جمال أحمد، حلب اليوم، ريف إدلب الغربي. ارتفع عدد المصابين بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 14 مصابا بعد تسجيل 5 حالات جديدة وفق إحصائية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة. ومن جانبه حذر مدير برنامج اللقاح في وحدة تنسيق الدعم محمد سالم من تحول مرض الكوليرا إلى مرض مستوطن في سوريا في حال استمرار اكتشاف إصابات جديدة لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن سبب انتشار المرض يعود إلى تدهور البنية التحتية الصحية جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. يعيش أبناء بلدة البارة في جبل الزاوية معاناة يومية في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم، ما دفعهم للمطالبة بإعادة تأهيل مدرسة البلدة وبدء العملية التعليمية. باب المدرسة مغلق محلول العمل الجديد، يحتاج إلى كثير من العمل والجهد. يطلق المجلس المحلي في بلدة البارة نداءات استغاثة تشير إلى توقف المدرسة وعدم القدرة على افتتاحها، لأنها بحاجة إلى معدات تقنية ولوجستية مع بدء العام الدراسي. نطالب الجهات المعنية بتقديم الدعم من أجل تأهيل هذه المدرسة. نتيجة القصف السابق أدت إلى فقد جميع أساساتها، تحتاج إلى ترميم ومساعدة من قبل الجهات المعنية أو المنظمات. طبعا يوجد فيها نقص كثير، بوب، شبابيك، تمديد صحي، كهرباء، مقاعد لا يوجد فيها أبدا. نحتاج إلى دعم ونناشد جميع المنظمات والجهات المعنية من أجل تقديم الدعم. غياب المنظمات الإنسانية يزيد من صعوبة الوضع بشكل عام والتعليم بشكل خاص، ما يجعلها تفتقر لأدنى مقومات الحياة. حاليا في البلدة أكثر من 700 عائلة، يعني إحصاءات نظامية، إحصاءات المجلس. طبعا البلدة فيها أكثر من 700 عائلة وتفتقر إلى كل شيء، يعني تعليم لا يوجد. هون المدرسة يعني تعاون أهالي وعم نحاول مع التربية، عم نحاول مع كل الجهات المختصة. بدنا هون خدمات، إذا ما توفرت خدمات العالم بدها ترجع على الشمال، وشمال أجار عم تدفع العالم أجار غالي، يعني عم تضطر ترجع على بلدها تقعد تحت الصبي. قرب البلدة من خطوط التماس مع النظام أدى إلى تجاهلها من قبل الكثير من الفعاليات والجهات المسؤولة والمشاريع لتغيب جميع المظاهر الخدمية التي تدعم الاستقرار. أكثر من 3 سنوات مضت على وقف إطلاق النار الذي وقع بين موسكو وأنقرة في آذار في عام 2020، ولا زالت مناطق جبل الزاوية تعاني من نقص الخدمات الإنسانية والطبية والتعليمية، ويحتاجون يد العون للاستمرار في العملية التعليمية. عامر عاصي، بلدة البارة، حلب اليوم. نعم مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سهل على السكان التنقل تعبيد الطريق الواصل بين جنديرس وباب الهوى شمال غربي سوريا. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم.
رفضت وزارة التربية اللبنانية تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الخاصة ودمجهم مع التلاميذ اللبنانيين، معتبرة أن دمج الأطفال اللاجئين توطين مقنع وأمر مرفوض رفضا قاطعا. وأكدت الوزارة في بيان لها أن موقفها من المشاريع الأممية الرامية لدمج الطلاب اللاجئين ينطلق من سياسة وطنية وتربوية واضحة تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وفق البيان، داعية المدارس الخاصة المجانية والمأجورة إلى الالتزام بخطة الحكومة اللبنانية وعدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة لاجئين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص. حول هذا الموضوع تنضم إلينا السيدة ديالا شحادة، محامية وحقوقية لبنانية من بيروت. أهلا بك سيدة ديالا. بداية، ما مدى قانونية هذه الخطوة من الحكومة اللبنانية؟ مساء الخير. البيان الذي أصدرته وزارة التربية والذي حذرت فيها المدارس الخاصة من تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس هو أولا انتهاك للالتزامات بشرعة حقوق الطفل التي تضمن لكل طفل الحق بالتعليم، وبالتالي فإن هؤلاء الذين يتوجهون إلى المدارس الخاصة من اللاجئين السوريين سواء كان ذلك بدعم من مؤسسات أجنبية ومنظمات أممية أو بمال أهاليهم، فلقد وجدوا في هذه المدارس الخاصة ملاذا لهم في ظل عدم توفر أماكن في المدارس الرسمية العامة. أن يتجه وزير التربية إلى اعتبار هذا التسجيل من قبيل التوطين هو كلام لا أساس له قانوني، لأن التوطين المقنع هو عبارة فضفاضة إنما تثير نعرات تحيلنا إلى الحرب الأهلية وإلى النزاع المسلح الذي كان وجود المواطنين واللاجئين الفلسطينيين فيه يقام تهويل ضده لجهة أنه سيتم توطينهم، وهو كلام مضحك لأنه يصدر عن وزير في الحكومة اللبنانية وفي السلطة التنفيذية التي يعود إما لها عبر رئيس الجمهورية أو لمجلس النواب أن يتجه إلى توطين أي من المواطنين الأجانب سواء كانوا مقيمين في لبنان أو لا. فإن محاولة حرمان الأطفال اللاجئين السوريين من التعليم في المدارس الخاصة بعد عدم توفر أماكن لهم في المدارس الرسمية هو بحد ذاته يصل إلى جريمة اضطهاد جماعي ولربما جريمة الإنسانية بحق هؤلاء التلاميذ، لا يبررها أي من الكلام الذي صدر عن هذا الوزير والذي يعني إنما هو حقيقة يثير الخزل لدى كل لبناني يؤمن بحقوق الطفل عموما يعني الأطفال في لبنان. سيدة ديالا، يعني بعد هذا القرار كيف يمكن أن تتعامل الأمم المتحدة مع ملف تعليم اللاجئين في لبنان؟ برأيي هذا القرار لن يؤثر نهائيا على حرية المؤسسات التعليمية الخاصة بتسجيل التلاميذ الذين توفر فيهم شروط التسجيل وخصوصا بجهة دفع الأقساط في هذه المدارس الخاصة. نفهم أنه في المدارس الرسمية وبسبب فشل وانهيار معظم مؤسسات الدولة نفهم أن يكون هناك أولوية للتلاميذ اللبناني باعتبار أن هذا هو التعليم الرسمي الوطني المتوفر لمعظم أبناء الشعب اللبناني. أما في المؤسسات الخاصة فمنع تسجيل هؤلاء هو استهداف مباشر له وهو يخالف مجددا الدستور اللبناني الذي تبنى الشرع العالمية لحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحق التعليم. ولا أعتقد أن المؤسسات التربوية الخاصة سوف يعني تتأثر بهكذا بيان الذي هو باعتباري شعبوي وينصب في خطاب سياسي، إنما يحدث إلى تسكية الموقف السوري، موقف النظام الرسمي السوري تجاه المجتمع الدولي الذي يرفض تقديم الدعم لهذا النظام. سيدة ديالا، ماذا عن البدائل المتاحة أمام المنظمات والأمم المتحدة لدمج الطلاب السوريين في العملية التعليمية؟ أريد أن أضيف لموضوع الدمج أن البيانات كهذه تصدر عن مسؤولين لبنانيين، أحب أن أسألهم هل يريدون للدول الغربية التي يوجد فيها لاجئون ومقيمون لبنانيون هل يريدون لها أن ترفض دمج هؤلاء التلاميذ اللبنانيين في المؤسسات التربوية في هذه الدول؟ إذا كانوا يقبلون في ذلك فليقبلوا إذا بهذه الخطابات التي تصدر عنهم. باعتقادي أن الأمم المتحدة سوف تواصل مشاوراتها مع الحكومة اللبنانية سواء بدعم المؤسسات الرسمية اللبنانية
وهو ما تفعله هذه المنظمات، يعني لا يصدر عن المنظمات الأممية وتحديدا المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين أو اليونيسف أو غيرها أي دعم للاجئين السوريين من غير أن يتم تقديم دعم أيضا لما يسمى بالبيئة الحاضنة، حيث يتم تقديم الدعم سواء كان الدعم يتعلق ببنى تحتية أو خدمات أساسية أو خدمات تعليمية. فسوف تستمر المفوضية وغيرها من المنظمات الأممية بهذا النقاش لإرضاء أهواء هؤلاء المسؤولين بتقديم دعم يزيد عنا قبل للفئات اللبنانية، عسى أن لا يتم ديالا مثل ما هو حال المنح السابقة التي وصلت عبر هذه الحكومات المتعاقبة الكاذبة. نعم، شكرا لك سيدة ديالا شحادة، محامية وحقوقية لبنانية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. اقترح وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة ربط تنفيذ الاتفاق المائي بين الأردن وسوريا بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وأضاف المعايطة في مقال له أن نظام الأسد أثبت تعاملا مكتظا بالمماطلة والتسويف في ملف المياه المشتركة، مشيرا إلى وجود نوايا مسبقة لدى النظام لحرمان الأردن من حقوقه المائية من خلال ما تم عمله لأخذ المياه من نهر اليرموك قبل أن تصل إلى الأراضي الأردنية من حفائر وسدود ومزارع كبيرة. أعلنت المملكة العربية السعودية ضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل شحنة بطيخ في العاصمة، ونشرت الداخلية بيانا على معرفاتها الرسمية كشفت فيه ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض مخبأة داخل شحنة بطيخ. هذا وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز القبض على 5 أشخاص متورطين في هذه القضية، بينهم 3 سوريين ومواطنين سعوديين. بطول نحو 20 كيلومتر وبعد إتمام البنية التحتية، مؤسسة بناء للتنمية تشرع في تعبيد طريق مهم يربط شمالي حلب بشمالي إدلب. نتابع المزيد في التقرير. خفف عليه مشقة التعب وعناء تصليح دراجته النارية على الطريق الواصل من بلدة أطمة بريف إدلب إلى مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي. يعمل أبو أسعد، عمله الجوال جعله من عابري الطريق بشكل يومي ليكون مشروع تزفيت الطريق الذي تعمل عليه مؤسسة بناء للتنمية من أفضل المشاريع له وللأهالي والمنطقة بشكل عام. بيام الصيف بوزة وبيام الشتاء شعيبيات ونمورة، وكان الطريق سيء، يعني كان سيء بين دير بلوط تقريبا لا أغجله، طريق سيء سيء بشكل، والآن قاموا في تصليحه وصار طريق جيد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمد بصحتهم وعافيتهم، ريح الآليات الموتورات السيارات، بريح حتى يعني تصليح عنا خف الحمد لله رب العالمين. 20 كيلومترا المسافة المقدر تعبيدها والتي تمتد من معبر باب الهوى حتى مدينة جنديرس، إضافة لأربع كيلومتر فرعية بين المخيمات التي تمتد على جانب الطريق. سبق مرحلة التعبيد تجهيز قنوات الصرف الصحي والجسر بالقرب من مخيم دير البلوط. بدأت مؤسسة بناء بإعادة تأهيل طريق باب الهوى جنديرس منذ قرابة شهر، أي بتاريخ 15/8/2022، ولا زال العمل جاري حتى الآن. تم التنفيذ بنسبة حوالي 25%. الهدف من الطريق تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الوصول الأهالي إلى المخيمات والبلدان المجاورة ضمن هذه المنطقة. سبق تعبيد طريق جنديرس باب الهوى تعبيد طريق معبر الغزاوية قبل عام من الآن، والطريقان يربطان شمال حلب بريف إدلب الشمالي، وكلاهما يعتبران من الطرق الحيوية في المنطقة. تحسين واقع الطرقات في الشمال المحرر بات ضرورة ملحة للتخفيض من نسبة ارتفاع الحوادث جراء رداءة الطرقات وتحسين الوضع الاقتصادي واختصار المسافات. ماجد العمر، حلب اليوم. أفريقيا.
نعم مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.